خليتني للدروب المحشة والعتاب. السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ عساكم طيبين، وش الأخبار؟ أنا أحس اليوم بعد حصة الزراعة إنكم تحتاجون باور، صح ولا لا؟ صح. بس أبغى أسمع صوت أعلى. صح. يا سلام عليكم. اليوم عندنا راعي رسمي غني عن التعريف، بل أجزم إنه في كل بيت عندكم. لو تدخل مطبخ تلقى من عند هذا الراعي منتج موجود. في وين؟ مطبخ. أبغى صوت. وين؟ مطبخ. يا سلام عليكم. طيب خلوني أنا وأنتو وأخواني المشرفين نرحب في الأستاذ حمزة بن محسن، مسوق براند السيف قرلي. أهلا وسهلا بكم. يا مرحبا يا مرحبا بممثل السيف قرلي. يا هلا والله. يا مرحبا. أهلا أهلا أهلا. مرحبا ألف. حياك الله. يا طيب. مرحبا. كيف الحال؟ عساك طيب. مرحبا الف. يا هلا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بخير. مساكم الله. كيف الحال؟ تو قال الاستاذ عمر يعطيه العافيه، فعلا اليوم السيف قرلي موجود في كل مكان، في المطبخ وفي البيت وحتى في الاجهزه الكبيره. اليوم عندنا فعاليه خفيفه لطيفه، وقبل الفعاليه يمكن المشاهدين نقدر نقول لهم بشكل واضح، اليوم عروض السيف قرلي بدت. جميل. اشتر منتج والثاني مجانا، واحد زائد واحد يساوي واحد مجانا. هذا عرض السيف قرلي. صفقة بالله للعرض. أقوى أقوى أقوى. إيش ذا؟ يا سلام عليكم. شكله في مجموعة فائزة من الحين، واضح. من التحية، عرفت؟ إيه فيها. يبين. إيه. طيب. طيب إيش رأيك نبدأ؟ نبدأ. قبل أن ندخل بالتفاصيل كلها، ممكن نبدأ بفقرة الفعالية. اليوم كان عندنا حصة الزراعة. أيوه. حصة الزراعة الشباب جالسين يتعلمون إنه كيف الري وكيف الطريقة. جميل. والأساس من هذا الدروس كلها أنك أنت تقطف الثمرة. جميل. فحنا علشان الشباب اختصرناها عليهم. اختصرناها عليهم اليوم. اختصرناها. جايبين لكم أنواع فواكه كثير جدا. بنسوي اليوم عصير طازج. الأجهزة موجودة، ما قصروا معنا السيف قرلي، جابوا لكم أحدث الأجهزة، والأستاذ حمزة إن شاء الله أنه بيشرحها لكم. ولكن وقبل كل شيء نبغى نوضح لكم الآلية. احنا بناخذ فصلين فصلين. الفصل اللي يطلع معنا يروح يختار المكونات معنا. السلة موجودة بألوان الفصول، تأخذ سلتك تختار الفواكه اللي أنت تبغى يكون عصيرك منها. لما تدخل المطبخ يكون معك مشرفك، ما نمسك سكين، ما نسوي شيء، المشرف هو اللي يمسك السكين، هو اللي يقطع، هو اللي يسوي لك كل شيء. أو بإشرافه. أو بإشرافه. نعم. وبعد الفريقين يروحون يسوون عصيرهم. الأستاذ حمزة راح يكون معكم، مشرف معكم، يعلمكم كل شيء عن الجهاز. العصير النهائي راح يقيمه إن شاء الله الأستاذ محسن، وعنده درجات في طريقة التقطيع، في شكل الكوب، في الأمور هذه. وتخيلوا أن درجاته أكثر من درجات الحصص الثانية. تحية تحية تحية. يا سلام. فإحنا نقول ما نبغى مشاكل، كل شيء تاخذون الفواكه عندكم المغسلة، تغسلون الفواكه، تضبطون الأمور، المكان النظيف عليه تقييم، كل شيء عليه تقييم. فتفضل أستاذ محسن. أنا أستاذ حمزة. أبو حمزة. محسن إذا بلشتوا. أبو محسن. ونعم. طيب إحنا ما راح نتعب في الموضوع. أجهزتنا اليوم الحمد لله موجودة في كل بيت. موضوعها بسيطة، عبارة عن خلاط وعصارة بطيئة، منتجين تكمل بعض. واليوم نقولها ادخل السيف قرلي، أو ادخل السيف قرلي واشتر منتج وثاني مجانا. خلاط مع عصارة، عصارة مع قدر، مكنسة مع عصارة، زي ما تبغين أو زي ما تبغى. حلو. اليوم جبنا لكم منتجين، كل واحدة ما شاء الله تكمل الثانية. في فواكه تناسب العصارة، في فواكه تناسب الخلاط، لكن الخلاصة كلها على إبداعك أنت. علم. يعطيكم العافية. يا سلام. نبدأ. أبغاك طيب. تختار لي لونين. والله شوف، ايش رايك انت السيد اليوم؟ والله شوفوا يعني دامكم يعني يا اخضر مثلا، يلا الاخضر والاحمر. يا سلام. فواصل كذا بين الاثنين، اخضر واحمر، ونرجع بعدها ان شاء الله. استاذ عايض، استاذ محمد دنعه،
شاركونا يا شباب. صدق عندك بعد نظر. ايه وشو؟ الفريق الاحمر في البرايم اللي راح كان المركز الاول والفريق الاخضر كان المركز الثاني. ترى التحدي الان حامي. نهدي يا عيال. طيب يا شباب يا مشرفين ننتظر يا عيال. اصبروا اصبروا يا عيال. طيب يا شباب فوكس فوكس تكفون ركز هنا كلكم اخضر هنا محمد دنعه اخضر هنا خليك مع فريقك وركز مع الاستاذ حمزه ارجع هنا اخضر عبد الرحمن ارجع اوكي الاحمر زين برافو عليكم والاخضر كذلك برافو عليكم معادله بسيطه ما في شيء صعب نبغى بس خلنا ناخذ الحين مثلا سكينه واحده قطاعة تفضل بعد اذنك عفوا هنا اخذت سكينه قطاعة لا وش دعوة لا بيعطوني وحدهم ذي لي لا لا هذا شباب تفضلوا لا والله لا والله لا لا ما بيها حبيب الفواكه استاذ عمر ايش رايك استاذ الفواكه اسلم ياخذون زي ما يبغون صح صحيح طيب الفواكه احسبوا حسابكم بانه ما نبغى ناخذ كميه اكثر من اللازم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة على السادس سووا ستة أشخاص بس خذ راحتكم رتبوها بعلمكم كمية رتبوها. نفس الكلام شباب الفريق الأحمر المعادلة بسيطة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سووا لسبعة أشخاص بس لا تسوون كمية أكثر من لازم لأنه الباقي يمكن ينكب انتبهوا أي وأنا معكم أنا بدخل في التقييم طيب الشخص كملها تقريبا كذا ولا كذا ولا كيفكم عندكم كاسات جكات جاهزة بس كيف نعرف كمية سبعة أشخاص زي ما تبغون أنتم هذا الجك عبي الجك إيه خلاص عبد الرحمن مع معيش نعم خلوا مساحة خلوا مساحة وخلوا فواكه لأن براكم باقي فريقين ما نبغى نبدل أنا بوجه أنا بوجه أحسن أستاذ عندك محمد شكرا لك محمد في غش هنا ولا عادي على الوالده ما نقدر نقول شيء ولد محمد الدنع مسكها كذا لا تكثرون الكميه لان بعد وراكم خلاص عادي تقدر تعطونا وقت يعني ايه عادي عندنا سبع دقائق فعليا هم تكفين هم بسرعه يوم ربع سبع دقائق تكفين هم بسرعه نبغى خلطه عصير بدا الوقت لا تحسب دقيق طيب الفريق الاحمر تعالوا هنا بعدين ها الاحمر تعالوا هنا بعدين خذوا المساحه هذه هنا مساحة مساحة لا بروح جهل بروح اضرب لا 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 برتقال لا تكلم لا 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 شغل ابو علي اثنين اثنين بس انت انتبه انتبه طيب اوكي وين السكين؟ مانجا واحد مانجا واحد كبير دقيقة شوف السكين مشكلها بطريقة الله يستر دنعا دنعا قاعد تكلم والده ايوه ايوه صارخ كذا والله بطل مانجا واحد كيف تجي؟ ها صح تقديرهم من الوقت بدا ونمانا خمس دقائق فقط حلوين محمد دنا دقيقه انا انا بطني ما ابغى يمغصني ما ابي بطني يمغصني بس اطلع لي دقيقه اريد يا كنترول عطنا تايم خمس دقائق لكل فريق خمس دقائق لكل فريق يلا شباب بدا الوقت بدا الوقت بدا الوقت يلا عاد محمد خلي جوجل يلا بدا الوقت بسرعه طيب يا شباب الاخضر عندكم الزاويه هذه ها كيف الحال يا شباب؟ شو الأخبار؟ معاي 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 كلنا مدرسة باء طيب أبعرفكم بشكل سريع على السيف جاليري حلو؟ السيف جاليري هو براند موجود اليوم في 73 فرع عنده 73 معرض حلو؟ 73 معرض موجودين في السعودية موجودين في الكويت موجودين كذلك في عمان وفي الإمارات إن شاء الله في العالم ونوصل للعالم عن طريق توصيل إن شاء الله بإذن الله السيف جاليري براند سعودي حلو بدأ من هنا السيف جاليري يعرفون الشباب يمكن فريق معروف. بداية كامل موجود من بداية بداية ما شاء الله نعم. ومستمرين بإذن الله حلو طيب الأجهزة عندنا براند اسمه إديسون هذا براند أجهزة كهربائية ضمانه 3 سنوات بجودة جدا عالية إذا خرب تقدر تمر أقرب فرع من فروع السيف جاليري برقم جوالك تسوي لك صيانة لكن الناس اللي اشتروا إديسون ترى يقعد معهم فترة طويلة الجهاز يعني فعلا يستمر معك واليوم لو دخلتوا بيوتكم بتلاحظون أنه إديسون وصل كل البيوت صحيح حلو اللي أقدر أوعدكم فيه بكرة إن شاء الله حلو مع إعلان قناة بداية في عرض خاص باسم البرنامج يا سلام تحية استاهل جمهورنا عرض المدرسة أو العودة للمدرسة لمنتجات مناسبة لكل المراحل بإذن الله المدرسة يا سلام يا سلام على
طاري إديسون. أحب التعزيز لك فون. الفريق الأزرق تبغى نرسم عليهم. وين حماسكم؟ أنا جيم. بالله أقوى. اسمع اسمع أستاذ عمر. اسمع أستاذ عمر. أستاذ محمد. قل لي شل البرتقالة. تفضل نسمع نسمع شباب نسمع السؤال. سؤال ما ابغى العدانا يسمعونه يعني. لا مو بعدان ان شاء الله. قل لي منافسين. منافسين ايه؟ وش الفواكه اللي تحبها؟ وش الفواكه اللي احبها؟ اي شيء يطلع منكم لذيذ. استاذ عاد لكن ترى الفراوله جيده. حلو. والمانجا جيده. والبرتقال والموز الحمضيات حلوة عموما. برتقال ليمون حلوة بس ما هي مرة واو. ما أعرف حمضيات وش بس ترى الشكل الشكل يهمنا بعد. الشكل يهمنا بعد. الشكل يهمنا بعد. تفضل تسكي تسكي معلومة عن الأناناس. إيه أغلبية الناس لما يكونون أناناس يحسون بأشواك في أسنانهم لأن الأناناس سبحان الله الله خالق فيها أشواك في القطعة نفسها. جميل جميل. أخي هذول داخلين في مزرعة ولا ما شاء الله كل شيء؟ لأنه فعلا معلومات اليوم قاعدين نسويها بشكل هذا تونا تونا حمي تونا حمي. طيب تسمحوا لنا ناخذ بريك ونرجع لكم. شباب كيف تبون تشوفون؟ نرجع لكم ثواني بس. يلا الله يعافيك. ها بشر يا شباب كيف الأمور؟ شغالين شغالين. ها طيب هذا أبشرح لك إياه بشكل سريع. حلو. هذه طال عمرك إذا بلشتوا تورطتوا تقدرون تدخلون هنا وتضبطونه. خلاص كذلك حطوا شوية موية مع شوية ثلج أو حطوا ثلج مع الفرن. هذا يقدر يسوي سمودي. الموية وين أستاذ؟ وين الموية؟ الإيش؟ موية كيف؟ موية من وين؟ من البسبوس؟ لا 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 موية من الثلاجة. في ثلاجة. ثلاجة موية. بقى ثلج. موية شوية. إيش الفواكه اللي اخترتوها؟ موية واحدة بس. أستاذي شوف هذه عندك المانجا تقريبا تقبل في الخلاط. الباقي تقبل في العصارة. العصارة البطيئة عشان بعدين نخلطها سوا. بعدين بكيفكم. بعدين نحطها زي كذا ونعصر. هذه تحطها تفصل الثنتين. نجربها مع بعض بعد ان شاء الله. الله عليك. انا توين بقول بانه ما شاء الله عليكم المانجا والموز ينفع في الخلاط. هذه تنفع الاشياء اللي فيها سوائل. البرتقال والله ما شاء الله. انا اعلمك هنا برتقال والاشياء اللي كذا. هذه اذا الفاكهة علقت لكن انت الاصل شغلها كذا. يا اخي كني هندي. علقت اعكسها. هذه بالضبط لكن كذا تنحط وتشتغل. تدري سويت سكتش عن الهنود معادله بسيطه طبقت. خلاص الشباب صار خبراء الحين في اديسون. هذه اذا علقت فهمت يحطون بقشاره في هو الازين انها تنفك. فك القشره الازين انها تنفك. ما اللي قطع الله يجعلني في او على الاقل تتقطع قطع اكثر. قلنا لا تمسك السكين. انت مش تقول امسك السكين. طيب يا شباب سؤال 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 يا خلونا مين تتوقعون يفوز من هذول الاثنين؟ بس ما ابغى كثير. لا يسمعوك ما يسمعوك. الاحمر قاعدين يستخدمون شباب الاحمر قاعدين يستخدمون مانجا ويستخدمون فراوله وعنب ويمكن فاكهه سريه. حلو. الشباب الاخضر عندهم موز ومانجا وفواكه كثيره سريه. مين تتوقعون تقريبا؟ والله ايش رايك سيد عمر؟ انا اشوف لا الاخضر ولا الاحمر. واحد منكم يمكن. اي قول انا اقدر وانت اجتهد. شوف كيف لو انا والله يجي مني يجي مني في حركه وفي فعاليه وفي شغل. والله شكرا سيف قرلي. والله شكرا. شوف الشباب كيف. الله يعافيكم. سلام. دائما احذر وانت قطع. الله عليك. يلا سم هذه طال عمركم متشابكين بالكهرب خلاص؟ طيب هذه شفت مين بيستخدمها؟ أصبر 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 كلها كلها معادلة بسيطة. وش الأشياء اللي تستخدمونها؟ أنت علمنا وش غسلتوها كلها؟ غسلتوا هذه كاملة؟ هي غسلناها أعمال. طيب شوية بدأ شوي. بقول لكم المعادلة. أنت أمسك العنب حلو؟ العنب وأنت أمسك الفراولة معاي والتوت عندك تمام؟ هذه تستخدم مع الخلاط. هذه هنا ما ليش استخدم ابدا العنب فاهي شوي ابدا العنب في اي تحتاج تحط حبه حبه. اصبر اصبر قلها. طيب انا احط التوت معي. يا شباب ركزوا معنا هنا. حطونا التوت. شوفون هنا يا ولد. اصبر اصبر خلنا عشان ما نشطها زين. يلا اساعدك. قال لي انا اصبر يا بعد ما هذه لما ايش لما تحط فاكهه هنا ويعلق. يعني لما تجي تفاح مثلا عرفت تنشف تصير حجمه مو صغير. اي عرفت. هات كف بيدي ولا افضيها. روح روح بعد روح. طيب مين بيحط الفراوله؟ انا بحطها. طيب اختار اي احد عندك فراوله مثلا. انا هذه من طرف اسنان.
ابشر بس خلص طيب عادي خلص. عادي انا ابغى فاصل كذا الحين فخر ايوه الله عليك برافو برافو طيب الحين اضغط هنا وخر وخر شغلها من هنا بدر وخر عادي عادي اثناء وانت حط يلا اهم شيء هذه مسكره تفتح من هذه الله عليك انا توت يسار الحين بتطلع عشبه ذي اللي فوق عادي 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 محمد وخر طيب يلا كمل كمل افتحها كمل حط لا لا خل العصير العصير هين بيكون فين هنا حصلتوني كمل هنا مباشره او ما تحطون كميه شغلوهم مباشره بسيطه معك بس هل تملى هنا العصير هنا ولا هنا العصير بيكون هنا هنا بتطلع البذور شغل شغل عادي عندنا زي هنا عرفتوا يا شباب كيف لون ها حطيتوا شيء لا يا استاذ وقف تاكد شغاله يا حبايبي اي شيء حبيبي هذا شغل طيب شغل هذا هذا صار نفس دقيقه دقيقه طرفتك فيصل عمر دقيقه عرفوا شباب خلاص كيف الكهرباء شباب تاكد من الكهرباء الكهرباء مفصول والفراغ نفس الطريقه عادي كلها سوا اي عادي عادي شغل هنا اشتغلت انت هذا لا ينكب العصير الله عليك هنا شوف شلون شوف معي هنا هنا يطلع البذور وهنا تطلع العصير بالحالها هذه ما يحتاجها نزل هذه اي هي داري داري شايف تحط المويه شيء هذه سامي حبي حط مويه حط مويه جيب اعطونا مويه اي حطوا شويه مويه دقيقه دقيقه اصبر عادي عادي اصبر عادي خذ راحتكم دقيقة خليني باجي انتم مشروبكم شلون هنا يطلع البذور وهنا يطلع العصير بالحال عوار قلب والله والله المكس حلو صراحة ان شاء الله يطلع لذيذ انت مشكلتك التوك بس والله يا اخي فهمتوا شلون الفكرة؟ الله عليك هذه وقت العكس بس الحين خلها عادية واضح واضح اذا خلصت من هذه شو بتخلص مين اللي تو قال تنزل برافو عليك لما تنزل شوي تعكسها شوف نزلت مباشرة فنانين فنانين عادي الظاهر تحتاجون زيادة فواكه أظن محمد محمد دنا تعال حطيت شوية مويه محمد تعال من جهتك حطيت شوية مويه ها اللي فيه تحت امسكه منهم تعال اي بس نبي نقعد نحط ثلج الظاهر تحتاجون تكون ثلج اتوقع ممكن تفكون هذا احنا بنحط كوب التقديم على كوب التقديم ها هذا لا احد امسكه منكم هذا في شيء خلصت من البني اوكي ها بشروا فاضي ما في شيء وراكم مشغلينها قفلوها استاذ عاد نحط ثلج على هذا يوكل الصاب هذه تستخدمونها كمواد اضافيه لدعم الزراعه عشان نحط هذه هنا بدون ما نقلبها صح عشان عادي حطوها معها وسكروا لا بس عشان البرتقال مين لا تكفي البرتقال تحتاج تقشر هذه تقشر واحد من الشباب يقشر بعدين ينفك ينحط دايركت عادي الحين الخلطات هذه كم سعرها؟ هذه طال عمرك داخله من ضمن عروض واحد والثاني مجانا يا سلام اشتر منتج والثاني مجانا ويجيك طبعا معها. عادي اني اخذ عصارتين او حتى اخذ عصاره ومكنسه عادي يا سلام عصاره وقدر كهربائي القدر اللي غزا الناس كلها اللي بكل اللي البيت ما شاء الله وصل كل البيت ما شاء الله تبارك الله الان في شيء واتوقع انا سالتك قبل إلا. وقلت لي انه منتهي اللي هو ماكينه القهوه محضرات القهوه نعم من افضل انت أنا في وحده عندك جربتها ايوه واليوم اللي جرب اديسون دائما يختار اديسون والله العظيم شوف انا يوم كنت في سيد رصيدك اخذت من هنا الجهاز القدر كان عندي اجهزه كثيره تكون بنفس الاداء الاداء لكن الان استغنيت عنها كلها والله الكلام مو بس عشان قدام شاشه لكن استغنينا عنها كلها وما عندي الا هذا الجهاز ماكينه الاسبريسو بحكم اني مهتم مره في المجال جربت مكاين كثير ويوم اخذت الاديسون جوده الحمد لله وسعر والله العظيم انها تطلع لك افضل كوب ممكن ان تحصل عليه كونها ماكينه منزليه صحيح وهذه النقطة اليوم اللي يروح كافي كل يوم فكر فيها بالضبط هل أقدر أسوي شيء في البيت؟ أقدر بنفس الأداء؟ بنفس الأداء صدق أداء مو داخلي يعني وأتوقع للأسف أنه إيه هنا مشكلة إن شاء الله أنه سولد أوت منتهية وإن شاء الله جايين بالطريق إيه ما شاء الله تبارك الله لأن كل ما تتوفر طارت الحمد لله هذا الحمد لله وهذه من الأشياء اللي اليوم أديسون مشهور فيها خيارات المطاحن محضرات القهوة كثيرة مرة الظاهر الشباب بدأوا يشتغلون على العصير اشتغلوا بس تيك. اخر سؤال قل لي ابغى اشغل كان اليوم إيه عشان اذا خوصوا ما تشوف إيه؟ العرض اللي هو واحد زائد واحد إيه؟ الى متى ترى في ناس يحتفلون سلام 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 والله بدايه ممتازه اخلطك يا اصبر حبتين يا خلاط وقف استاذ استاذ
هي اقول العرض اللي اليوم معنا شكلي بخلي سؤالي و اي انا اسف بس عشان ما ودي العرض اللي إيه؟ واحد زائد واحد إلا. كم مدته؟ هذا مستمرين ان شاء الله حتى 15 اغسطس باذن الله ما شاء الله. وفي فاصل كذا سريع اليوم اللي يستخدمون تابي وتمارا ومدفوع السيف جاليري اطلق هذا الشهر شيء استثنائي قسم مدفوع خلال 6 دفعات يا سلام 6 اشهر على كل السيف جاليري يا سلام من والى بالله يا شباب شو ما ادري ايش السالفه يا شباب تحيه للسيف جاليري يا شباب الله يشوف يا سلام شكلهم يفوزون شكلهم يفوزون طيب يا كنترول العداد العداد يا كنترول وقت مع الشباب إيه كم بقى لنا وقت كم بقى وقت ما بقى وقت كثير ما بقى وقت كثير ما بقى وقت كثير يا شباب محمد دنعه باقي معكم دقيقتين ونص عايز بس 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 دقيقتين ونص يلا شغلوا الاكواب هناك وراك انتبه لا تشغله وهو مفتوح مشكله ثلج كبير يلا نساعدك ابشر الله يهديك فهمت روح 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 فهمت ابغى انزيد البرتقال بس شغل 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 عندك اصبر سلام هذا خلق الله انا عادي صح شغل خله شغل 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 هنا سلام هنا يا شباب جهزوا طريقه التحضير كيف بتقدم عطر الاكواب هنا يا شباب الاخضر جهزوا طريقه التقديم شلون العصير يتقدم دبر عمركم اي عادي ولد ولد تعال اسمع تعال اللي بيشربون فيه هنا في الجك الكبير هذا هذا اللي بنشرب فيه شباب هذا ابغى واحد بس واحد بس بس اوكي خلص حبيبنا وش ابي في المشروب هذا ابي واحد بس كيف واحد حق التقديم حق العرض والباقي الباقي عطر الجك عطر الجك عطر الجك خلص واحد واحد بس عطر واحد واحد من هذا بس هذا واحد الباقي من هذا يشربون الشباب طيب تعال تعال طيب دقيقة بس واحد حبة ها كيف الأمور؟ الأمور تمام يلا يا شباب باقي دقيقة 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 باقي معك دقيقة دقيقة اصبر ادخل اشتغل في نفسك كلنا كلنا المركز الأول حلوة طيب نسمع سؤالين سريع بعد إذنكم من هنا تفضل ترى امي ده عميله ذهبيه عندكم ما شاء الله ما شاء الله ترى اليوم مو امهات فقط اليوم حتى الاباء والامهات والجميع ما شاء الله يشتري من السيف جاليري حتى انتم في منتجات مصممه لكم ان شاء الله وبتتفاجئون ان شاء الله فتره جايه نحط فيها جوائز خاصه باذن الله تفضل احنا بيتنا عندنا قدر الضغط حق اديسون لا تقريبا عنده 3 أو 4 سنوات ما شاء الله ما شاء الله بالله تحيه كانه في فريق بدا يفوز بالخطا بالخطا بالغلط بالغلط كل بيت والله كلام المنتجات الحمد لله الحمد لله عندنا قدر ضغط عندي شلون ما اربع شوف اشكر على التعزيز بس خلينا نشوف الله 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 شوف 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 هذا قاعد يغش شوف قاعد يغش منهم هذا ليفل صعب هذا ليفل صعب وصلت والله شكرا شكرا يا اخضر والله شكرا بس ترى الطعم يفرق من الحين اعلمكم من الحين اعلمكم ها والله في معزين كفو يا شباب ساعدوا ساعدوا واحد يضبط شرائح صدره بس انا مطلع حبه واحده السوق حبه كيوي تكفى حبه كيوي 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 لا حبه بس كيوي قال كيوي انا تكفى قطع لي برنامج واقعي في العالم مدرسة باء تكمل عارف استريح 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 طيب ابي اشوف قوة قوة جمهوركم انتم مع الاحمر اللي يقول احمر قوي ابغى تحية للجمهور الاحمر الاخضر 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 طيب ريلاكس ريلاكس ترى زي ما تعززون لهم زي ما الاخضر والاحمر عززولهم ترى بيعززولكم فنبي شويه فوكس مع بعض ونبي نشوف الشكل الان التقييم ترى على الطعم وعلى الشكل وطريقه العرض في طريقه عرض مبدعيه نشوف طبوا قدام اللي تبغون طيب عندنا فريق خلص ما شاء الله وفريق باقي
والوقت عندنا انتهى، باقي نص دقيقة وتوقع اللي بنتهي الآن. 30 ثانية، 30 ثانية خلص وقت التقديم. هم يبغون يطلبوا سبونسر. بالله المخرج تكفى، شوف التعاون تكفى، ركز لي على التعاون، ركز لي على شلون كلهم مركزين ما شاء الله. التركيز يلعب دور. يا ادخل ادخل داخل، ادخل داخل. شوف بالله مخرج كاميرا، شوف الزاوية، شيك على الزاوية، شيك على الزاوية. طبعا طبعا الترتيب هنا ها عليه ترتيب. نبي فاين، ما في فاين، ما نشوف لو بيدك لو بتيشيرتك. انا ما يدخل. شباب ترى فيه معايير تقييم على النظافة. نظف راح مباشر يرتب. يلا بسرعة. شنو ذي كلها؟ يا ولد يا ولد لا تلعب في النعمة يا عايض، قطعتها وخليتها ليه يا عايض؟ هذه وش اسمها؟ أنا أبيكم العد التنازلي. طيب نحسب مع بعض العد التنازلي، خلوهم 15 14 15 14 15 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
جماليك. الله قسم بالله جماليك. الحين هذا اي فريق؟ هذا فريق الاحمر. فريق الاحمر وهذا فريق وهذا الفريق الاخضر. هات الاكواب. طيب محمد دنعة الاكواب ذيك. دقيقه انا ودي اسال عايض قبل لا ابدا اسالكم اول ثم اسال الجمهور ايش رايكم؟ استنى 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 انسى انسى مين اللي سواه؟ انتم ما تعرفون مثلا يعني والله ما ادري اقسم لك من ناحيه الشكل ايش رايكم؟ لا 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 نجلس 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 لمين لمين احلى؟ اللي يا احمر يا اخضر هذا يرفع يده. اللي يقول هذا يرفع يده. اوكي طيب السؤال للجمهور للامهات للاهالي مين اللي فايز؟ شكلا يعني على الاقل طبعا احنا انا استاذ عمر الشباب شيك يعني طيب انت شيكت خلاص؟ لا باقي قاعد اشرب قاعد قهوة ما شاء الله طيب ما شاء الله ايش رايك؟ والله شوف التزيين يا شباب يا اخضر اخضر اي خلاص لا ابعد لا روح 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 وخر وخر ايش رايك؟ والله شوف اما كتزيين الفراولة قريبة كذا للقلب بس ترى كلهم بارد الجميع يستخدم ثلج بشكل موزون يا سلام والشكل حلو صراحة بس ايش بذا بخيل؟ انا بجرب صراحه بجرب والله خضر. بسم الله هذا اي لون؟ هذا الفريق الاخضر الاخضر بسم الله حلوين نعكس هذا برتقال زايزي بسم الله بسم الله هذا الموز واضح في كلهم طاغي عندهم طنك قال موز واضح في صح طاغي بس صراحه قريبين من بعض جدا حتى في اللون انا وجهه نظري بعطي هذا خمسة وهذا خمسة ما نبعد عنهم إلا إذا في أحد من الفريق الجاي يفرق بس حاليا نشوفهم متساوين كطعم متساوين طيب الشكل نقيم عليه ولا نخليها بعدين والله ما تأخيرة يعني هذول تعبوا شوي يعطيهم العافية أنا ليش أنا ما أبغى أعطي هذول أنصاف لأنهم هم أول من سووا الشكل ويوم شافوهم الأحمر فغشوا منهم بس خلينا نشوف المعايير الثانية مستوى النظافة كيف يا سلام يلا توكلنا على الله إي مستوى التعاون شلون يلا خلنا ناخذ القمع طيب المشرفين نبغى رايك؟ نبغى سؤال سريع انا بس سؤال مفاجئ ايش رايك يلا شباب طيب ابغى الفريق الاحمر وين الفريق الاحمر تعالوا هنا جميعا معليش تعالوا ندخل جوا طيب ابسال واحد بس سؤال مفاجئ اللي بساله هو اللي جاوب فقط من الفريق الاحمر تعالوا واضح تعالوا هنا الفريق الاحمر تعال شيخ تعال تعال هنا تعالوا هنا تعالوا طيب انت انا وش الاشياء اللي سويتوها في العصير كيف يعني ما فهمتك وش المكونات اللي اخترتوها مكونات عندك برتقال بدون غش يا شباب بدون غش هناك برتقال برتقال وتوت ايوه واستخدمنا توت ومانجا ايوه مع المانجا الصراحه ما غششوا شوي عادي فراوله 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 توت عنب اوكي عنب يعني تقريبا خمس فواكه إيه؟ طيب والاجهزه وش استخدمتوا منها استخدمنا خلاط ولا خلاط اديسون خلاط العصاره البطيخ الثنتين استخدمتوها ثم سويتوا ميكس مع بعض إيه؟ اوكي اوكي طيب ترى الختام القفله هنا الفينش ترى بيقيم عليه طيب صل على رسول الله احنا وقتنا بسيط والله ما ادري احنا نخلط ولا نقطع ولا كذا لا معطينا وقت بسيط ولا الصراحه لذيذ والله والله لذيذ خلاص يعني الان معنا وقت ننظف اي عندكم وقت تنظفون على بال ما يطلع الفريق الثاني طيب نسمع الفريق الاخضر جميع الأخضر جايكم الأخضر عندي سؤال واحد لشخص واحد بشكل مفاجئ
اسلم اسلم. انتم جهزتوا انا توقف صح؟ يا شيخ جهزت. طيب سؤال لك. وشو؟ لا لا بنضطر ناخذها، بنضطر ناخذها على جنب. بس انت امسكها زينه انت بتطيح عليك. طيب جايين جايين معنا، تاخذها لا تاخذها. السؤال لك، وش المكونات اللي استخدمتوها في العصر؟ اول شيء اهني فريقي حبيب اهنيهم. الله وش الثقة عندنا. اول حاجة عندنا المكون الاساسي هو التوت والفراولة. التوت والفراولة استوحانا الطعم منه، والبرتقال والمانجا. متحدثين يا المانجا طبعا. المانجا مع البرتقال يعطين اندماج حالي على مالي على حمضي. مع ايش؟ مع كسرة الموز يجي سرسة. والله مسوق تعال تعال. اشكرك يا عبد الله. انا ما اعرف وش اللي وش المشروب حقكم، هذا ولا الثاني؟ هذا الفراولة اللي فيه كي... اللي فيه فراولة. ايه زين ابي اعرف، بس ابي اعرف. لكن صراحة طعم لذيذ والفكرة حلوة. حلو واكيد ذقته، وصراحة بارد برودة ممتازة موزونة. كيف كذا السرسحة؟ يعني كلهم يسرسحون بالشكل الاستاذ الفراولة. هو صراحة تعاونكم واضح، فيعطيكم العافية. خلونا نحاول نرتب هذه بشكل سريع، حتى العصارة ناخذها نحطها على جنب بس. تمام الله يعافيك. عندنا تين يا استاذ زايد، حطوه على جنب حاليا. ما عليك نرتبها زايده. اي رجعها مباشر الله يعافيك. طيب يا شباب والله والله هنا تعال شل المكاين. طيب بجيك بجيك غسل. قلت لي ما راح تتعب معهم. بالضبط شكرا. العفو والله. منتجات بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. في مناديل يا شباب، مناديل بتجيهم، بتجيهم المناديل. طيب مخرج نبغى مناديل. والله ما تشل التوت، ندري انك تدور له. والله لو بتحطون على جنب بعدين رتبها تاخذها عشان ما ناخذ وقت بس. طيب الفريق الثاني استاذ عمر ايش رايك؟ طيب انت تختار. بس يطلعون هذول لعبه ما لا لا ما ياكل توت الحين. لا لا مو بالحين، بعدين. طيب من الافضل؟ خلي في النهايه. في النهايه. طيب يا شباب. اي خلاص يا شباب. جميعا جميعا شباب اخضر واحمر يعطيكم العافيه. يا احمر تعال. من يقوم الان؟ يلا يا اصفر ازرق. خذ المناديل من عند الباب. اصفر ازرق نشوف النهايه. اصفر ازرق انا ردقتها وسجلتها وشباب معنا فقط. أنا. مخرج معي ممتاز واضح. طيب ها 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 ايوه خلاص. اصفر اصفر معهم مع مع الاصفر. طيب دقيقه يا شباب يا شباب يا شباب نزل. يا شباب لا تختارون، لا تختارون بدون ما تحددون اول. حددوا اول ازين. طيب صب صبر يا عبد الرحمن. طيب يا شاب كلنا طيب ركزوا معي. حنا تو طلعوا فريقين والحين فريقين ثانية، فزي ما تعاونوا بالله تعاونوا معنا. تمام واضح الله يعافيك. تكفى اي خلاص تكفى. انا المسح عندي، المسح عندي. تم تم دام عفشنا. وش خطتكم؟ وش خطتكم؟ وش خطتكم؟ ضامت استاذ عمر ايش رايك؟ ايش رايك انت؟ انا حطيتها عندك. انا وخلصت عندنا فراولتين بدون معنى. تكفى نخلي بشرك معهم. يس يلا لا لا هات قسات تعطيهم نفس المكان. خليهم يختارونهم. لا لا ابشر ابشر. طيب يا شباب وش وش مكونات المانجا؟ اثنين فراوله. اي عندنا اثنين فراوله. حطي في بالك مانجا. لا تعلمني بس حطي في بالك ما تروح تدخل كذا. بس عادي اقول لك اياها حلوه ولا مو حلوه؟ تكبر النتيجه عندكم. عندكم يا عيال يا شباب الازرق. اي السلام اللي تبغونه تقولون الاستاذ محمد محمد يختاره. يلا ولا تكثرون عشان وراكم فريق. بس حطوا في بالكم ايش الاشياء اللي قبل. لا مو تاخذون اي شيء. مانجا مانجا مانجا. كم حبه؟ واحده واحده. ثنتين افضل. ثنتين خلاص. واحده كبيره كبيره. هذه هذه زينه. ثنتين حط ثنتين. لا واحده واحده. ما تحس ها اسلم. نعطيهم نفس الاغراض. العصاره بنبدلها والخلاط. العصاره نبدلها ونعطيهم نفس ال اي والخلاط. طيب. ياخذونه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. شوي سام بالله. عايض ابو عبد الله. عايض ترسل. لا 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 عبد المجيد. لا لا اعطي اعطي السله للاستاذ عايض، واللي تبغونه استاذ عايض يعطيكم اياه. يلا صدق. يلا شوي 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 شوي. اقول لك كيف اسوي. يلا يا تحداك عبد الرحمن. استاذ محمد
استاذ محمد اثنين كذا فنانين يقدرون يغسلون لنا هذه بشكل سريع. انا اغسلها واحد من الازرق واحد من الاحمر. ايش رايك؟ تعال عبد الرحمن. محمد ارجع حطاني. تعال هذه محمد. بس محمد بعد ما تخلصونها مباشره هذه تبعك عنك. اي هذه غسلها. هذا حق فريق. غسلها حق فريق مباشره. طيب محمد الاجهزه عصرتين. ها اي هنا والله كل العبوب تحت. لا بنحطها هنا بنحطها هنا. تعال تعال عشان الاستاذ. صب طلع دقيقه ما خلصنا. تعالوا معي ما خلصنا. تعالوا معي بيجيب الاغراض الباقيه. شو الشيء اعطيها بيجيب اغراض. طيب اسمع عشان حلو بالله عينه والله انه حلو. اساس اساس خطران زي كذا قول لي. شوف لا تبغى خلاص انا اروح اجيب زحف مويه مويه وزد. ها او زد حط زد مويه اجيب مويه حبه حبه قطع عبد المجيد بسرعه. حب حب في الخلاط ولا هنا؟ حب حب في الخلاط. تتوقع تقوى على البطيء والله ما اظن الخلاط يا ولد. كيف احطه؟ لازم قطع. تحدي. هو يقطع. تحدي انه يعصرها. بيعصرها انتهي منها. بس هو لازم يقطع. يا يا مسوق. يا مسوق. اسمع. خذ هذه هنا ولا هناك؟ سمسم. لا تحاول تقطعها كلها. هذه شهدتها وهذه شهدتها. جلسة الشاي. هذه ولا حب حب. انت قاعد تحاول تسال؟ ايوه. وهذه اللي تطلع القشب من هنا والبذور من الجهه الثانيه. اها حلوه. العصير من جهه والخلاط من جهه. لا خلاص اذا اخترتوا خلاص اللي اخترت النظافه من الايمان. الله هنان حمراء صح؟ حمراء تكفى قل لي حمراء. حمراء حلوه والله حلوه. نجلس والله لا احد يقوم. ايش فيك يا صغير؟ أشوف بندوق بندوق يستاهل. خلينا ندوقه. كيف يستاهل بندوق؟ يستاهل يستاهل بندوق. يستاهل الله يستاهل بندوق. بندوق كيف بندوق يا شباب؟ صابنا ممكن ترجع انت وياه. ابشر يا ناس ليمونه. ما عندكم هذا؟ روحوا. كيف كيف هذه هي الاعلام الجوده على مستوى لا بيك. تعرف تركبها؟ ابشر ابشر. تفضل امسك دقيقة. الله 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 يلا جرب. هذه لازم تصير موجودة على هذا. يلا جرب. سهلة سهلة يعني لفة لفة. جايك من جهة ثانية. تقول نصيبي. لا لما ذي ودي الزبالة بسرعة. هذه. لما لما ودي ودي الزبالة بسرعة. بسرعة بسرعة. ما عليك يا شباب. يا عمي اللي بيريبون. لا. عطايب. بسرعة لم. عبد العقيل. والله دي بدوك. شنو انا من عندي؟ ابدي تعال تعال افتح الثلاجه. حط لي الثلاجه. الله تقطيع سين عبدو ذاك اللي قطع كذا. هب الهوى بكاني الهوى. اعطونا استاذ يجي هنا. خلاص خلاص محمد محمد ابوه يجي هنا الحب حب يجي بس الازين هنا عشان ما عشان هو هذه فكرتها. بشرح لك الفكره. الاشياء اللي فيها مشروبات وقشر. طب هذه فيها مشروب. هذه كامل مشروب. نجرب نشوف. ما فيها قشر. نجرب عادي ما فيها قشر. خلط يا عايض الله يهديك يا عايض. لا لا هذه مباشر خلط. قطعه هذه حق اصبر دقيقه حق خلط. هذه مباشر. حط صارت مقبوله خلاص. بالعافيه بالعافيه. لا 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 اجل انا علشان الحب ما يطعم. يا عايض بس نفسها بيفصلها. ما نجرب نشوف. جرب يلا هات. لازم نتبع علامة النظافة و شغلني يا عزيزي.
لا 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 عايز انت تشبكها. وقف يا صهيب. الله الله من ذا الحرص. انت تشبكها. يعطوني رشوة. حطها هنا يا استاذ. يا رجال اخسف بهم. خلاص. استاذ حطها هنا يا استاذ. دخل جاية. هنا يا استاذ. شبكتك وراها وانتها مجنبة يا استاذ. شغلها. تجارب مدائمة. درب اشوف اصبر. من راحت؟ اين ذهبت؟ شفتوا؟ هذا وين؟ يا اخي انا صادق كان بتعرف الخلاص بصوت واحد بصوت واحد بصوت واحد او يا سيف جاليري اوبا العظمه دي كلها او يا سيف جاليري اوبا العظمه دي كلها هذه مصممه هذه احتياطا عشان تحطونه هنا اي عشان هنا وهنا طيب جيب لي واحده ثانيه هذه وغسل واحده من هناك جميل اتوقع النتيجه تصير حلوه الله يعزك ما شاء الله ليه زبط والله كفو والله هذا لي علامه سلجي الوضع على كل شيء شوف هذا المهم فريقي لكن ابغاهم احبهم كلهم احبهم احطها يا استاذ احطها هذه انتم ايش تبون بس استاذ دنعه ولا دنعه؟ بس معك استاذ دنعه اللي ودكم ابي حمودي ثانية فين؟ ثانية فين الليمونة؟ هات فين الكاميرا؟ يلا يلا كبي يلا بعد حين يلا 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 يا شباب يلا يلا عليك هدج مهمي والله تبهمي هدج 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 لا 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 سعد سعد عايل سعد سعد ترى فيه منها شوي ها اسمع حط الليمون حط الليمون حط الليمون اسمع هل انتم جادين بوضع الليمون مع هذه نعم إيه؟ بتطلع حلوة؟ شوف لا احنا ترى يمكن يحاول يخسركم ما اعرف يا اخي والله استاذ يا اخي استاذ ليمون مع يا استاذ عايض الله يهديك ايه استاذ عايض متأكد؟ لا والله تعال 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 دق تشوف دق دق بسرعة اشوف اشوف الطعم اشوف الطعم سعاد يرحم امك خلنا نشوف ذي اصبر عرفت لي اشوف الطعم هذه سعاد سعاد شبت استاذ انا ابي بعد والله رشفه الليمونه يا استاذ اعكسها عادي تقطع لي من هنا تعكسها تطلع تحصل لك اياها بس هذه هذا اهلك بالله العظيم النانه ايش قوم الاحمر استاذ عايض عن اذنك ليش اعطيه مواصفات لا تنتهي يا سر شوف غسل غسل الكيسان والله ان شاء الله نفوزوا ان شاء الله يا رب يلا شغل في ثانيه الجهاز هذا عشان شغل هات ثلج هات ثلج ما تجي هات ثلج هات ثلج هات ثلج هات ثلج الثلج ثلج طيب يا شباب ابد تفضل السؤال البنفسجي داخل الثلاجة شوفوا عند هناك عند ازرق ايش تبي ايش تبي بدهم يجي مهمة التنظيف بس برضو بيكون التحدي بينهم واضح هل تتوقعون ممكن يعني ان شاء الله في فرصة تفوزون ان شاء الله يعني ايش خطتكم طيب احنا بنسوي كوكتيل كله سوي كوكتيل ترى اطلع افكار ثانية ما اعرف تبي نهديك اغنية عادي انا ولا سيف جاليري انت لا انا هذه غش لا 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 هذا هذا لو انا سيف جاليري ناوي يحرق الملعب سيف جاليري ناوي يحرق الملعب استاذ محمد سيف جاليري ناوي يحرق الملعب استاذ جاليري ناوي استاذ محمد يحرق الملعب استاذ محمد سيف جاليري عمر عمر عمر
استاذ عمر، استاذ عمر قاعد انادي استاذ محمد، استاذ محمد، استاذ عمر جاليري ناوي هذا الفايت يا خلاص يا سلام استاذ جاليري ناوي يا كنترول يا كنترول فايت دي والله ليفل صار اصعب صراحه خلي البرنسجي يا اخي يعزن علي عليك يعزن علي اولادي ذولا تعزيز بالله يا استاذ عمر بلس على كل نقطة يعطيكم إياها زيادة صوت على كل نقطة يا شباب على كل نقطة سيد عمر يعطيكم إياها أنتم بالسالب أشرب بالسالب خلاص أبشر واحدة طيب أستاذ حمزة أمسك أمسك هاي هذه عليها خصم انا اتوقع عليها خصم الا والله صراحه قاعدين كب خاصفين والله هذا اسراف اسراف اللي قاعد تسوي كم معايير التقييم تطرح كم نشوفه بعد شوي نشوفه بعد شوي كلكم حاول يكرر اعوذ بالله شوف 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 هذه بين المحبه وبين الطيب طيب ورا ما تنظفون وانتم يلا يلا سكين وبدك تمسكها يا ويلي ما تمسك السكين الكلام لكم كلكم يا عايض لا حد يمسك السكين من الطلاب هذه شباب هذه هذه لازم لا احد يقطع لنا خلاص ازعل ازعل الموضوع عندي يا اخي يا اخي ادخل يا استاذ حمزه انا اشوف والله هنا في شغل والله في موز وفي شغل وفي رمان وموي زلت وشوف التنظيف معهم كيس والله شكرا شكرا حبيب حبيب انا احس ان انا احس اي احد مع المشرف الجميل هذا قاعد يمشي قاعد يمشي اقسم بالله انك صادق هناك اقرب دليل عصيرين صراحه صراحه ايه قاعدين يمدح فينا هناك فنانين بس التنظيم لك عليه شوي فيها شوية عشوائية بس لذيذ يعني صراحة يعني طعم حلو هذا اللي يخوش بس يطلع في الأخير ها كان وجهك انقرب كنترول كان باقي معنا وقت يا شباب وشو نزيد لا 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 نزيد لا كم؟ لا نزيد موز لعبنا موز كيفكم يلا حبتين موز موز مع حبتين حبتين خلتك واحد يهتم بالمكان كذا تقلها تقلها والله هنا انت والله هنا باقي دقيقة يا محمد دقيقة نعم مرة نبدا التنازل يعني شوي نبدا دقيقة شوي نبدا نروح نرجع يلا يا شباب بعد شوي نبدا التنازلي للانتهاء الفقرة حق المجموعتين هذه يلا متى بفكر فيها بفكر فيها لكن حاليا لا كم باقي؟ عشرة صار خفيف مرة؟ لا الشكل ما يطمن تأملتوها؟ ها أستاذ محمد؟ قاعدين نمكس الحين اي بس ترى بالله تكفون المكان لازم يكون مرتب اللي قبلنا اللي كانوا هم الأحمر كانوا مسخين المكان وحنا نظفناه بس كان القطبة فيها نشوفها نشوفها مع المخرج كنت زيادة وش ذا ما يكفي ها أستاذ محمد نبدأ العد التنازلي أستاذ عمر نبدأ العد التنازلي لمدة دقيقة نبدأ العد التنازلي أنا أتوقع عد تنازلي يا شباب عد تنازلي هنا. ترى شوي كذا طيب يا شباب ترى ما وراكم أصبر ما بتشتغل ثنتين يشتغل واحد بعدين الثاني مو أثناء عرفتوا أنا ما اشتغلت لا 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 صح سكين لا احد يلمسها يا دنعه يا اخي ركز بالطلاب يا دنعه ها يا فواز يا شباب اي واحد يمسك السكين خصم 50 درجه 50 درجه اشوف دقيقه وخفف السكين 50 درجه خصم يعني تبدا الاسبوع الجاي اللي تطلع من الفاكهه نفسها هناك يتصفى العصير من البذور يلا اشبك قول بسم الله صار الحين خصمنا 50 درجه لا ما 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 خصمنا الحين بس لو باقي لو عدناها لا تاخذ ولا صنف اتوقع تحتاجون زياده ولا صنف ارجع ولا موز ولا الموز والله يا حبيبي صوتك ولون فريقك يا اخي يا اخي لونك مصفر بس مو معناته كلها موز عندي عندي الموضوع عندي اسهله يلا Yeah.
دنعه وش ذا الشغله دنعه؟ ولد هذا ايس كريم ذا ما هو بعصي. ايش ابغى يا اخوي؟ ايس كريم انت فكره فوق العصير يعني تتوقع؟ ما اعرف او يمكن يقدموا مشروبين. والله العظيم اني احلف طبقات. والله ما درى دنعه والله انه ما درى انه على باب كريم خصم 5 درجات يلا والله خصم والله خصم والله يلا ابغى اغششكم شيء ابغى اغششكم شيء اصبر في ناس بدعوا هنا لا بس ترى حقكم ممتاز استاذ حمزه انكم جيد استاذ حمزه اوه زعلوا لا لا عادي زي هذولا ها ترى اذا صار ثقيل ممكن يكون حلو اذا صار ثقيل ممكن يصير حلو والله متصاد في سموذي سموذي انا هنا غششتهم في لحظه زعل ليش علمتك سموذي انا قلت وشو الطعم في النهايه هو اللي يحكم بالضبط ففي اصناف ما استخدموها انا بحكم اني انا بصارحكم بشيء انا مش من الفريق البنفسجي فانا شفت جميع الاصناف ايوه فانا شكلي خذها خذها يا حبيبي بالعافيه لكن بقول الفريق ففي الافوكادو ما استخدم فيه ال فيه المويه لا ما لا تقول بعدين اشرب مويه ما تقول فيه الافوكادو ما استخدم فيه الاناناس ما استخدمه فيها بس ترى الناس تقطيعوا سالفة يمكن عشان كذا هم أخذوا هم لا أنا بقطع أنت بتشارك مع الفريق الأخير بس ترى ها ما أنت فايز قول لا إله إلا الله الحين علق بس يمكن الطعم يجبرك يمكن بس ما أنت فايز طيب خل إلا إذا صار الطعم استثنائي شوف إذا أيوة هذا معلومة شوف إذا الطعم زين وبتخصم أغمز لي لا نبي يا شباب نبدأ التنازلي 60 ثانية 60 ثانية الياس استنى 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 وقف 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 لا ترى تقييم 60 ثانية شكرا يعطيك العافية ها ايش؟ يعطيك العافية صحيح انتم مع بعض 15 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 واحد المشروب ما قبل الاخير ها ومش ما في حركات الحين تزيين ما عاد معه وقت ما عاد معه وقت خلاص ما عاد في وقت بدل الترانزي خلصنا الوقت سلم يا العافيه سيد عمر وصل المشروب الاول المشروب الثاني يلا المشروب الثاني يلا 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 لا 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 ما في وقت ما في وقت والله والله لو لا لا من اول كان عندكم وقت جالسين كان تبوا جالكم الكبير حقكم اي واحد يجي لا 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 الوقت ماشي على كل الحالات يلا معلش معلش طيب اسمع نبغى نوديها سيف جاليري نبغى نوديها هنا هنا نفس المكان الاول مشروبك يا استاذ محمد زد يا اخي يا بخيل يا اخي الزينه يا اخوي غسلوها طيب غسلوها بالله شوف بالله شوف الشكل تصدق تصدق الشكل ايش يحتاج له وشو بالله خلها مع سيف جاليري هذه حقها صوره ذي هذه تحتاج صوره اسطوريه تمت تمت طيب يا شباب الفريقين فريقين خلاص خلاص هذا هذا معيار تقييم خلاص الان مين تتوقعون خلاص اخذ المشروب الاستا محمد نظفه محمد استاذ عمر استاذ عمر استاذ عمر لجنه التقييم هنا 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 أبجيك الحين شوف هذا 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 حق الاخضر اي تعال تعال خلينا خلينا نحطه هنا عشان ما يفوت هذا اخضر و احمر تمام من التزيين هذول الاثنين انا والله اني احس هذه قطاعات فيها ضخمه إيه؟ يمكن دليل انها يعني حركه إيه رغوه شغل يمكن يمكن بسم الله جوالك خفيف مره لا في طعم ليمون زايد طعم هذه قريب من بعض صراحه بس هذا اثقل هذا ثقيل هذا خفيف مره والله الطعم تصدق للحين كان هذا حلو شوي هي حلوه بس انا صراحه هذا الى الان اخضر والله العظيم ولا شيء هذا فيه ليمون مخرجنا شيكل على هذا جمهور فكروا في هذا شوي ها ايش
يقول كيف؟ والله ها شوف اللون مختلف ترى. طيب هذا هذا تبع مين يا شباب؟ هذا تبع مين؟ اصفر والثاني تبعكم صح؟ هذا حقكم ها؟ ايه شوف كيف ما شاء الله وردي. طيب يعطيكم العافيه، نبغى المكان بس يكون مرتب بشكل سريع، المكان يصير مرتب عشان التقييم اخير. يلا عشان مجموعه اخيره، يلا شباب يلا يلا. امزح امزح ما ها استاذ عمر ايش رايك؟ الان خلاص المفترض الحين ياخذون اغراضهم ويطلعون ويطلعون ونطلع مجموعه ويدخل البنفسجي لحاله ويشتغل بالضبط. طيب يا شباب يلا يلا يلا، عندنا اقل من 10 ثواني لازم نترك المكان نظيف. 10 ثواني يا بشكل سريع يلا محمد القحطاني. ايمان يلا بسرعه يا صيب. محمد شل العصاره بتسوي مشكله. شل شل لا 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 شلها من تحت. استاذن استاذ عمر اذا وافق توسخت هذه. استاذ عمر يقول يبغون يذوقون، جاوبهم انا ما لي دخل. لا خلنا لا لا ايش تسوي؟ تحاول تفكر. طيب يا بنفسجي خلها معكم هنا. يلا يا شباب اللي هناك يلا هنا 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 يا عيال الوقت محمد دنعه الوقت معنا فصل بنفسجي بعد عندنا وقت عشان ما نظلمهم في الوقت. تعال يا رايد استاذ حمزه يلا تنظيف. طاح المايك طاحت الحياه. باسم الكريم صهيب. شكرا يا صهيب يعطيك العافيه. يا ولد 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 تعالوا بنفسجي تعالوا. وين الجك حقنا يا اخي؟ والله ما شرب جخمه. مو يا صهيب افا ما اعطوك استاذ حمزه. خلاص الشباب ينظفون بس ناخذ الاسس. دقيقه دقيقه لا لا بنفسجي بنفسجي استنى شوي. دقيقه دقيقه اصبر 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 خلي الاستاذ يجي خلي الاستاذ يجي اصبر اصبر يا شباب بنفسجي بنفسجي خذ الكميه الممكنه. حلو طيب وحط في بالك ترى عندك فرص ما بعند غيرك لان شفت غيرهم. طيب الموز اثنين خليني نفكر. افوكادو تبغون ولا لا؟ لا لا افوكادو لا اناناس تبغون؟ برتقال اناناس اناناس لا اناناس لا تفاح واحد. اسمع لا يا استاذ انت كريم انا ناس قول الحمد لله على النعمه. انا ناس ما حد استخدمه. ما نبي ما نبي ما تبغون كيف شمام شمام ما حد جربه. شمام ايش ايش افوكادو كم؟ احتاج واحد يساعد في التنظيف. يلا واحد من يا لا لا من من فريق بنفسجي. عمر من فريق بنفسجي. تعال يا فهد يلا تعال يلا فهد فراوله ركز معي. انت خليك هناك انا اضبط. لا 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 ازعل لا لا ريال الفراوله وين اختاروا المناسب لكم. وين نبغى؟ لا تكثرون الاشياء اللي ما تاخذون. دوروا فراوله تكفون. واضح يا شباب بنت بنت استاذ محمد فراوله راحت. يا يقول ام قدرس خلاص ارجعي يا شباب يا شباب جميع جالس جميع جالس نبغى طقطق نبغى فراوله والله والله نبغى هذا اهم مكون بعد. اسمع الله يعين. اسمع يا رايد والله حسافه. انت مبسوط لانك اول فريق عندكم كل شيء. انا بالعكس اكيد والله مضايقني الموضوع. انتظرني صح الشراكه شراكه. سبت بدل التين. اسمع 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 اي رمان والله والله رمان خليني. لا لا ايش رايكم هذا؟ لا 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 زين حقتي. لا ما بزين خير وشو؟ خلاص وقت 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 بسرعه بسرعه نبي كرز هذه كلها 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 يا عيال الا كلها نختار. ما تبغون شمام؟ جامد. لا لا ما نبي. انا اشوف رمان قدر فراوله فراوله جبت خلاص في رمان. كم في فراوله؟ في واحده. لا خلاص خلاص هذه هذه نفسها حتى الليمون تبغاه؟ اي طيب يا استاذ حمزه بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله احنا جاهزين. لا احد يمسك سكين اللي يمسك سكين منكم خصم 50 من عينيا يخلي عينيك. بسم الله بدا الوقت. طيب اصبروا يلا بسم الله بسم يلا يا شباب نغسل يدنا تغسيل. محمد دنعه تغسيل اعطني بالله القطاعه ها؟ اي غسل غسلها سم يا شيخ. وخر 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 لا 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 غسلها غسل وخر موية حارة. يلا انت قلب انت قلب وغسل. طيب بنجيب يعني هذا هنا صعب. ايه نبغى ثلج اللي مو عليه سكر يلزق. ايه هذا جديد زين لا تبغى ستوت لانه مره حساس. غن هذه زيها الله عليك. هذه موجودة هنا وهذه بس موية شوية موية تنكب. ترى بدا الوقت يا شباب بنفسجي الوقت بدا يا شباب الوقت بدا يلا 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 ابعدوا طاولة الصفراء احنا ما هو بلون الناس. يلا هذا الثلج اخر شيء. يلا يا شباب يلا 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 جو 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 بدا الوقت. يلا يلا هنا هنا يا شباب بسم الله. طيب يا شباب نذكر مشاهدينا الكرام بعرض نسمع نسمع جميعا كلنا
اخواني. نذكر مشاهدينا الكرام معايا شباب ازرق لو سمحتوا، مشاهدينا الكرام بعرض واحد والثاني مجانا من السيف جاليري. اشتر منتج واحصل على الثاني مجانا. اللي فائزين في المسابقه الان، المجموعه الوحيده اللي بتفوز بكره ان شاء الله، هم واهليهم بيشرفونا بواحده من معارض السيف جاليري في الرياض ان شاء الله. تحيه. معرض من المعارض بيجونا ان شاء الله بكره، بنصور مع بعض، وعندنا هدايا خاصه للمجموعه الفائزه عن طريق سناب قناه بدايه، بنصور بكره ان شاء الله في واحده من فروع السيف جاليري باذن الله. شايفكم بكرة معرض ولا فرع؟ هي المعرض والفرع واحد، بس معرض لازم يقول عشان الفرع كبير، ما يسمونه فرع. كل فروع السيف جاليري هي عبارة عن فروع كبيرة مرة، فصرنا نسميها معرض. فهمت الفكرة؟ يعني أي معرض عادي؟ لا، بنحددها مع الإدارة إن شاء الله بإذن الله. طيب يا شباب اليوم ركز معي، ركز معي، ركز معي. طيب كلنا أقسم بالله اللي بيحين بيخرب شوي، ها ترى بالسالب المجموعة كاملة. إيه خلونا حبايب لو سمحتوا، واضح شاب؟ طيب طيب مجموعة الزرقاء، أستاذ عمر، أستاذ عمر خليك معي، مجموعة الزرقاء بطرح منها نقاط. خلاص انتهى، خلاص خلاص يخسر. طيب يا شاب مباشرة، خلاص خلاص. طيب اصبر. طيب يا شاب اللي قاعد أقول اليوم، أنت فكر معايا، فكر معايا، واليوم أنت موجود في البيت في يوم الأيام مستقبلاً، جرب تدخل المطبخ، ما تدخل المطبخ، جرب تعطي تقدير للي اليوم يطبخ ويتعب ويساعد، سواء كانت الوالدة أو حتى واحدة من الأخوات أو حتى الوالد أو حتى الشغالة. اليوم الكلمة الطيبة تنفعك، تنفعك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. بس تأمل لما واحد يعطيك عصير، يعطيك موية، يعطيك شيء، تقول له شكراً بنفس طيبة، تقول له ما قصرت بنفس طيبة. بتفرق معكم في البيت، حلو، وبتفرق كذلك مع الأهالي إن شاء الله. فكر فيها بس وأنت رايق. يعطيكم العافية. فريق الأصفر كان بيفوز. رجعت البيت والله أسويها. قطع الضغط. إيه سؤال سؤال سؤال، وش أفضل عصير عندكم من جد؟ مو باللي سويتوه هنا، برا برا برا. عوار قلب. ما في افوكادو، كوكتيل، وش اينشتاين؟ في عصير اينشتاين، عصير اينشتاين، ليمون نعناع، عصير اسمعني سريلاك، سريلاك، ليمون نعناع، سريلاك. انا اللي متاكد منه بان كل الاشياء اليوم، كل الاشياء تقدرون اليوم تجربونها في عصاره اديسون. يعطيكم العافيه. ايش رايك نبدا العد التنازلي بعد شوي؟ يا تبدا نشيك عليهم ونرجع بعد شوي. شباب ترى شوي نبدا التنازلي، ما بقى وقت. فكروا في التقديم كيفكم. هذه وين نحبها؟ الافضل بالخلاط، بس الحق الوقت. ما دقيقه، الله يرحم والديك. ما هو علشان اخر واحد ياخذ اللي يبغى، لا لا لا، كل اللي يبغى لهم وقت ولهم تايم. معلومه جيده، معلومه جيده. لا لا، هذه هنا، هذه هنا، ما لك دخل، روح هناك ما عليك. لا لا تعال اكواب، خذ واحده. انا ارجع بعد واحده بس تزين هذيك. ابعد الغلاف، كاني شديت حيلي شوي. خلك عنه. هل تريدون العدل؟ لا نبي العدل. اللي متاكد منه اليوم ان شاء الله التقييم عادل ان شاء الله. نرجو الخصم على بنفسجي. على مين؟ بنفسجي، لانه ياخذ افوكادو، ياخذ حاجات، ياخذ امور. يعني باقي يشيل هالحمار ذا يحبه. ترى خلاص شيل الحركه هذه، وقفت. اي خلاص، ممنوع تاخذون ولا فاكهه الحين. جاكم العلم، باقي لكم عد تنازلي بعد شوي نبدا فيه. الحقوا دقيقه بس استاذ عمر، اذا تلحقون في احد بيجهز الكوب جهزه. ترى سووا رايد انت عليك الشكل. ها؟ عليكم الشكل، ضبطوا الشكل. طيب هذا قول، قول هذا والله، قول واحد هذا. اهتم اي واحده من هذه، واحده من هذه بس، واحده من هذه. لا سمعت هناك. يلا يلا ايوه صدق، تعال من ورا، من ورا كمان. يلا معلش يا فهد، رنده قلت واد ايش ذا. يلا اضافه، واحد ياخذ يرمي، الثاني يقطع. يلا شباب، يلا يلا يلا، ما عرفت له يا اخي. قد قلت لك خلني اقطع. اترك اترك، ها زي كذا. شوف اسمع، هذه قلنا نحط فيها التوت. اي سيد عمر. طيب ثلاث حبات. ها الله يسلمك، بس ودي اقطع هذا. عندك واحد من الزبالة تجي تحس شكلها حلوة. يا شباب يا شباب، في محاولة غش هنا ترى. تعال
تحسون خلاص كلام مجلس من من طيب محمد ولا إيه نعم 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 ايش اللي بقى يحاول يساعد ايش اللي بقى مساعد كريم نبغى ربي يوفقنا نساعد العرب ايش اللي بقى يلا شباب يلا يلا انتبه انتبه لا لا ابدا طيب يا شباب ركزوا معي أبسأل سؤال اللي بيجاوب صح في جائزة لوالدته من السيف جاليري حلو بكرة أمه الوالدة تمر فرع من فروع السيف جاليري وتأخذ هدية نفس العصارة اللي شفتوها هنا أبوها بالأمي تم بس إذا فزت لأن ما شاء الله في منافسين نعطيك الجواب طيب السؤال كالتالي بس أبي مين كيف أختار بعدين ترفعون يد برفع اليد طيب السؤال سؤال ما بحط سؤال صعب بحط سؤال سهل كم عدد فروع سيف جاليري لا حد جاوب اجلس مكانك كم عدد فروع سيف جاليري اللي بيجاوب صح والدته بكره ان شاء الله بتمر فرع من فروع سيف جاليري وتاخذ العصاره البطيئه من اديسون ضمان اديسون 3 سنوات جوده جدا عاليه اختر الاضمن اختر اديسون عدد الفروع طيب استاذ محمد ابغاك شيء ثواني بالله ابى اخليه هو يختار حلو طيب صدقنا صدقنا حبيبي انا استاذ طالع هناك انا استاذ انا استاذ لا لا حاول ارجع ارجع ما انت مختار ابى اقول ارقام ابى اقول ارقام استاذ محمد بالله لا تدري ها حاول انك ما تركز ايش الفكره طيب ابى اقول ارقام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 كل واحد عارف رقمه ها اللي بيختار استاذ محمد هو اللي بيجاوب كيف حالك الله يسلمك دقيقه يا استاذ استاذ دقيقه علشان البث بس ما هو على ثاني مره سلم البث وين هناك عمر لا لا عمر عمر بنزل البث بنزل البث كنت محط الكلوز عليك ولد كله كله ولد عمر اقطع الديه مخرج معنا كسرت كسرت سيف ولد انت كسرت لي كسرتي وقف وقف انكسر داخل عطني البيس عطني البيس فوكس فوكس تعال برا طيب احتاج يا اخي انت واضح يا اخي بالحنان افتخر وانت نومس دقيقة اللي بيقول الرقم مباشرة بنكنسله 4 5 خلنا نشوف واحد رفع ايده ان شاء الله نشوف واحد رفع ايده سؤالك استاذ طيب يعطيكم العافية أنا تو رقمت أرقام ما حد بدل مكانه صح؟ أستاذ محمد الحين بيلف هناك بيختار رقم واحد رقم واحد بس بيجاوب إذا جاوب صح كم عدد فروع السيف جاليري؟ جاوبت صح الوالدة بكرة إن شاء الله بتمر فرع من فروع السيف جاليري وتاخذ جائزة تمام؟ تاخذ العصارة البطيئة إيش رأيك؟ إيش الرقم اللي اخترته؟ 3 الرقم اللي اخترته أنا؟ إيه 3 عندك من 1 إلى 18 احب رقم 7 رقم 7 ما حد يتكلم ما حد يتكلم 1 2 3 4 5 6 7 كم عدد فروع السيف جاليري 13 اجابه خاطئه سريع مكانك لا حد شارك لو اسمع اي مشاركه ترى برا مباشره
استاذ محمد سم ايش رايك رقم ثاني الى 18 من 1 الى 18 بدون السبعة ها 11 من اللي قال 6 7 8 9 هناك 9 10 11 انت كم انا 11 والله دوب يجي استاذ انا 11 اوكي, أوكي. 11 تمام هو 11 طيب. كم عدد فروع السيف جاليري 63 63 خطا انا اسف 63 انا حسبت لي معه نص 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 كم الرقم اللي بعده 5 رقم 5 تو قلنا 7 5 65 خطا اجلس ترى قلت اول ما جيت انا ركزوا ايش راح تشارك رقم ثاني اطلع فوق شوي 18 18 ها 68 فرع 68 فرع برضو خطا ها طيب ابى اقرب لكم شوي طيب نسمع ها خمسة تو قلتها واحد ثاني والله خلينا نقول ثلاثة اختار ثمانية ثمانية لا 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 فريقة ما انت قلت اختار لا 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 طيب عندك واحد ابى اغير لا احد يتكلم طيب لا احد يتكلم طيب ابى اغير الارقام بغير الارقام بغير الارقام حلو واحد اثنين ثلاثة أربعة والله ما شفت والله يلا رح هناك خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنان عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر أوكي واضحة يلا 15 وين ها لا أنت كم كنت أنا 11 أنت عندك عندي 73 ثلاثة وسبعين فرع صحيح 73 فرع يستاهل تحية ممتاز أنا اسمي كريم كوي يستاهل محمد السبيعي محمد السبيعي ونعم محمد محمد بكرة إن شاء الله بتمر الوالدة بإذن الله أيوه تشوف عروض السيف جاليري واحد والثاني مجانا تختار لها منتج بإذن الله ممتاز محمد كنترول خلينا نتواصل مع الشباب هنا وش أدران والله طيب يلا 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 هذا بلاستيك ذي طعمها بلاستيك حب بس على نبي الفريق الله يا سلام يا سلام يا سلام اعترف اعترف اجلس 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 شلون تخليهم اجلس شلون تخليهم يعترضون وانت اعترضت اجلس اجلس نعترض نعترض اخذ وقت فوق اللازم انت كل شيء ترد ريموت كل شيء ترد برتقال لي اسمع لا الله يمنعنا منك لا لا اقول لك صل على النبي لا في لجنه واعيه البلاستيك البلاستيك تقريبا استاذ انكسر علينا صار عندنا ظرف طارئ خارج عن ارادتنا اشوف يا استاذ ممكن خلي الاستاذ يحييك العافيه اشوف لا انا ابغى ذوق طيب والله غير عادل الشغل وين كان يا شباب انت ارجع 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 باخر اخر دقيقه مع الاستاذ نبغى جميعا 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 يكون هناك جميعا يكون هناك رايد طيب يا شباب عندنا 10 ثواني نبغى نفس الجلسات اللي قبل شوي 10 9 يلا يلا 8 7 6 5 4 3 2 يلا يلا معانا معانا شباب يلا 3 2 1 جميعا كلنا يلا يا شباب يلا 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 نبغى الان يا استاذ حمزه تعيد لنا العرض بشكل سريع يلا وتعطينا الدرجه للفريق الفائز تم وبعدها ان شاء الله نخلص فقرتنا اليوم يلا طيب يا شباب كلنا طيب الصوت مع بعض التكفون طيب اما بخصوص المركز الاول يا سلام وبلا منازع بدون اي وضوح بدون اي غش بل بكل الغش حلو المركز الاول هو السيف جاليري يا سلام اطلق عروض منتج والثاني مجانا في كل فروع السيف جاليري في السعودية والإمارات وعمان والكويت وكذلك قريبا إن شاء الله في دولة خليجية أخرى إن شاء الله ما شاء الله طيب عدد الفروع زي ما قلنا قبل شوي 73 فرع احنا نخدمكم بالأونلاين بالمتجر الإلكتروني أو حتى بأي فرع من فروع السيف جاليري هذا بخصوص العرض أما بخصوص المركز الأول فأنا ما عندي بس بتأكد من الشباب كنت بدأ يتكفى لازم تطبق يستاهلون والله يستاهلون بس ايش رايك نخليها
في حساب تويتر في بداية السوشيال ميديا. الصدق يا شباب ركز، الصدق من الإيمان. الشباب يبغى يسوي لكم مفاجأة ولكنها على السوشيال ميديا، اللي هو كود الخصم حق قناة بداية ومشاهدين قناة بداية. صحيح. طيب اتفقنا. المركز الأول أبدأ، المركز الأول الأخير. لا أنا بس مخرج، مخرج مخرج لو سمحت، مين المركز الأول؟ كيف بالله قشاشين ترى، بس يستاهلون يستاهلون يستاهلون. ابدا بالاخير، ابدا بالاخير. فاهمينها صح؟ يا رب بتجينا قصيمة. المركز الاول والفريق الاخضر وبدون اي زعل، والجميع نتشرف فيه بالسيف جاليري بكره او بعده او اي يوم، حياكم جميعا. هو اللون الاول، المركز الاول، المركز الاول. لا ما عندنا وقت استاذ حمزه، انا اللي اقدر اقوله بشكل واضح ان المركز الاول ما فيه اي منازع يا رب، هو اللون يا رب. احب التوتر هذا، هذا توتر. اسمع ابيك تساعدني جد، انا محتار عندي حتى انا جد. بس انت ما ينفع ينفع شاوره. طيب نهدا نهدا. يلا صوت نبضات. طيب استاذ حمزه انا عندي، خليني اتذكر، خليني اتذكر. اول مجموعه كانت الاحمر والاخضر صح؟ صحيح. المجموعه الثانيه كانت ايش؟ الاصفر والازرق، بعدين بنفسك، بعدين بنفس. اوكي اللي كانوا هناك مين؟ الاخضر. ومين بعد؟ والاحمر. اوكي واللي والعكس؟ لا اوكي بحب الاحمر ودقق الاصفر والاحمر والبنفسجي. اوكي واضح واضح، انا قاعد احاول اتذكر. مين اي ما عليك ما عليك، ندري ندري. طيب الو اي واضح واضح. هذا هذا المركز الاول، والذائقه تختلف لكن جميع صراحه فنان. بس انا حبيت اللون الاصفر. يا سلام، ايوه انت شفته والله، شفته شفته. شكرا للمتابعين قناه بدايه، وشكرا لكم. شفته مشرفهم غايب الفريق الاصفر. والله ما قصروا. اي والله رغم ذلك ما شاء الله جميع مبدع صراحه. والله العظيم من اليوم كانت زياره صوت عيال. شكرا لكم يا سيف قرنيش، شكرا لك استاذ حمزه اليوم تعبناكم مع الشباب. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. انا بختم ختام سريع يا شباب. انا اذا في شيء يستحق ان يشكر فهو انتم. يا سلام، انتم اللي نجحتوا الفقره، يعطيكم العافيه صراحه. يا سلام، تحيه. شكرا لك. كل واحد فيكم ما قصر، حاول، سعى، صفق، بذل، حاول دعم اللي حوله. شكرا لكم جميعا، شكرا لجمهور بدايه، شكرا لك استاذ عمر، شكرا للشباب معنا. هذا والله تعالى على والله ما شاء الله. لا فيك. طيب ايضا شوف البثوث. يلا ندرس، يلا نبدا، يلا نتعلم وننجح. يدي بيدك مشينا، دربنا هو درب الانجاح. يلا ندرس، يلا ندرس، يلا نبدا، يلا نتعلم وننجاح. يدي بيدك مشينا، دربنا هو درب الانجاح. يلا 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 ندرس، يلا 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 نبدا. ما تعرف الشك والريب، من سامعها على المكارم تعينا. راوي وشاعر بني ضيف ومعاريب، يا مرحبا باسمنا كارم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد فريد مفيد بين قصة وقصيد وجميل حصيد، فمن ذا الذي له يصيد. اليوم ما شاء الله تبارك الله عاملين لنا إغارة مع أجمل شارة. اليوم الحسيني مبسوط يقول أنا طلعت في الشارة أخيرا. كانت الشارة الأولى إذا طلعت قال وين، ليش ما طلعتوني في الشارة؟ الآن طلع الحسيني في الشارة، لكن دخلنا في مشكلة ثانية. البرغش ما طلع في الشارة، لكن البرغش قال، قال لا ما يهمني الأمر، وقلبه يقول ليت والله طلعت في الشارة. أنا عارف، لذلك لو يعني بنطلع الجميع الشارة بتاخذ نص الوقت. أبو عبد المحسن سامي قلبي، يكفينا وجودنا في قلوب
على قلب شيء والله والله العظيم انك والله اني اقول الصادق يا اخوي هذه اكبر اكبر شهاده اقول الله يبيض وجهك اي والله هم اللي يقولون من يسمع والله اني اعرفك واعرف طبعك واعرف شو داخلك الله يطول عمرك اسال الله ان يسعدك الدنيا والاخره امين ومن يقولون من يسمع يكفيني ان نكون بقلوب المشاهدين لما طلعنا يا استاذ محمود الشارة شيلوا منها الحصيني صدق يقول والله لا يقول من غير ما تقول خلاص لا صدق يعني في القلوب انت هلا وعليكم السلام هلا 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 القلوب وفي الشارع عبد العزيز هلا هلا والله وغلا عليك هلا الدوادي عليك السلام ورحمه الله مخصوص هذه معك خير ان شاء الله لا رمز عينك بينك وبينها طيب قلها هذه بينك وبيني لا صرت انت وياه طال عمرك قلت له اهل الدوادم يسلمون عليك ترى يعني احنا نحب اهل الدوادم بقوه ايه يصيبنا يعني نوع من الوقيره لا انا ما يبع على وجهه علمك ايه انا يا هلا يا مرحبا يا مرحبا ما في اسوأ وانا يعني ما ادري رايي صح ولا غلط ما في اسوأ من انك تجي لزملائك مجتمعين ثم تجيب هدية وتقدمها لواحد منهم غلط والباقي ملا أنا قلت تقدمها لواحد منهم غلط إي والله غلط صح كلامك صح يعني معناته الباقي ملا كلامك صحيح أنا يعني ما تجوز لي ذي الحركة نعم. مع أنها تجي عن طيبة وعن كذا صحيح فوش رايكم وش رايكم في الحركة والله. صحيح يا تهدي لهم جميعا ولا لا تهدي ولا بينك وبينك أهدى بس أيوة بينك وبينك بينك وبينك أي هذه صح ما هذه أشوى من أنه يجي يهدي الجميع ويبقي واحد هذه عاد أعظم هذه الكارثة أما مسألة واحد والباقي لا والله فيها لكن ما هي شوف يا قلبي يهدي الجميع وينسى واحد لا يمكنه ناسيه في الغالب يصير ناسيه في الغالب ما كمل أو أنه ما توقع أنه حضر أو ما يعني هذا ممكن تحصل لكن يجي الزملاء اللي بينهم على ما قال علاقة دائمة وكذا ثم يقول فلان اللي لغلا عندي وحبي له وكذا وهذه هديه له انا اعتقد انها مين بسليم وش رايك ابو عمر انا ابد اشارك الراي يا ابو عبد المحسن صحيح صحيح والله يا سلام يا سلام لو بهدي اي واحد هديه يعني على الملأ كذا اذا كان لها مناسبه مثلا لا بس ما يخالف لا بس اما اذا كانت مثلا خاصه لا والله صحيح بيني وبينه يعني تقاعد أو تعين أو ترقى أو إلى آخره معقولة هذه ممكن صح تهديه تصير خاصة له أو تزوج نعم المهم فيه مناسبة طيب اسمح لي يا أبو عبد المحسن معلش وإن كانت تحملها مني لا وش تحملها مني الآن في المداخلات والناس اللي يسلمون عليك الحصيني يسلمون عليك فلان من دون الباقيين ولا حد قال شيء يوم قال أبو حاتم يسلمون عليك أهل الدوادمي شنعنا به ليه دائما نقول يسلمون عليك الحصيني يسلمون عليك من دون الباقيين انت بالذات دائما تقولها صح معليش اعتراف بالحق فضيله فانت دائما يعني تقول انا ما ادري يعني الا رايك يمشي غصب ولا تقول شيء رجاء واحتمل وخذها مني ورجاء اذا ما وافقوني اذا ما وافقوني خلاص ما صار شغل اذا ما وافقوني ابد شوف اسحب كلام شوف لا قبول لا قبول يا ابو عزيز شوف انت تقول اني انا أسلم على واحد وخلي البقية لا توصل سلام ما تسلم أنت لا أنت هينا عارف وضعك أنت لا أتكلم أنك تنقل سلام من دون البقية هذه دائما هو نقل يعني كلام سلام من دون البقية يا رجل يقول أهل الدوادمي ديرك أهل الدوادمي ما قال فلان ما يستاهل حسيني مو بيقول لي أنا لا لا أحمد هو والله يا أخي رجل حتى ذا ما يستاهل لو أنت كان والله ها بدينا نخنبق ها بدينا في الكلام اللي ما له سنة لا يستاهل ما يستاهل عبد العزيز ولا في أسوأ يا أخوان ولا في